قال الله: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فلا يرجى لقلب صلاح وهو معرض عن القرآن. فإذا أراد الله بعبد خيرا أن يرفعه، ولذنب أن يمحوه، ولدرجة أن يؤتيها أحد عباده، من عليه بالإقبال على كتابه. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال قتادة رحمه الله: ما جالس أحد القرآن ثم فارقه إلا وهو أحد رجلين، إما زاد إيمانا أو باء بالخسران، لأن القرآن عظمته وجلاله تأبى أن تترك الإنسان على ما هو عليه، مع ما استقر دينا وعلما أن العباد جميعا لو آمنوا بالقرآن، الخلق جميعا لو آمنوا بالقرآن ما زاد ذلك القرآن رفعة أبدا. ولو أن الخلق جميعا كفروا بالقرآن ولم يؤمنوا به ما نقص ذلك من عظمة القرآن شيئا، لأن القرآن في الحالتين كلام الله. قال الله جل ذكره: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فقول الله جل وعلا في أول الآية: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، فالقرآن عظيم، فحظ كل امرئ من صلاح قلبه على قدر حظه من إقباله على القرآن.